كما تعلمون الإشكالية ديال التقاعد المراكز الاستشفائية أن هناك تقاعد مزدوج، أن المستخدمين في ابن سينا بالرباط يخضعون للصندوق المغربي للتقاعد، في حين أن باقي المستخدمين يخضعون قهرا ودون اختيار منهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع العلم أنهم جميعا يخضعون لنظام الوظيفة العمومية، ولا يعقل تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لموظفي الوظيفة العمومية الذين يخضعون لنفس الأجور ديال الوظيفة العمومية ونظام الترقية إلى آخره. والمعاناة اللي كيعانيوها الشغيلة الصحية من بعد يعني في حياتهم ما بعد التقاعد، اللي هي حياة الفقر والبؤس والحرمان. نتمنوا من الله ان من يهمه الامر من المسؤولين انه توصلوا رساله ديالنا ويتحركوا. دونك لحد الان بعد مسلسل من النضالات اللي سطناها وقمنا بمجموعه من النضالات ما كاينش رده فعل من طرف المسؤولين. نتمنوا من الله صراحه عينا وكنعانيو ولكن حنا ما نحطوش اليدين. دونك حنا كنوعدوا جميع المسؤولين اننا مستمرون في النضال الى غايه حل هذا المشكل ديال التقاعد اللي عمه سنين واللي كل حكومه كتملص منه وكتعطيه للحكومه اللي من وراها. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.